السلام عليكم حبايبي، يعطيكم العافية. احنا حطينا بوست في الانستغرام قلنا فيه اسأل طارق واكتب في الكومنت السؤال اللي يجي في بالك. طبعا الصراحة احنا غلطنا يوم حطيناه في الانستغرام، لأن الكومنت جات ورا بعض وصلت 10,000 كومنت، فقعدنا في حالة انا وفوجي والشباب نطلع الاسئلة ويدوب وصلنا للاسئلة هذه. بداية خلونا نجاوب على الاسئلة اللي متداولة واللي كل الناس تسألها، لأن الله ما كتب نصيب الى الان. عمري 28 سنة، 165، مكرونة بشاميل. يميزني عن باقي السوشيال ميديا؟ ما في شيء مميز عن باقي السوشيال ميديا. أنا لي لون وفلان له لون معين وهذا له لون معين، ممكن يكون في تنوع، بس يعني إذا كنت مميز بسبب أنه أنا مميز عند بعض الناس أنه لوني عجبهم يعني. والله مو صاير عصبي، بس يعني أحس أني حريص أكثر من اللازم. برجي الجوزاء، يعني أنا عندي وجهين. كثير مرة كثير بالله. وش ذا السؤال يعني؟ الحيوانات، أحس الحيوانات إيوة تتكلم مع بعض. شوف من جد حنجاوب على السؤال هذا يا عيال. ما عندي مواصفات زوجة مستقبلية، هذا سؤالي يطيحني. أحس أهم شيء تكون إنسانة يعني راقية ومتعلمة، مو فاضية. يعني مو تكون فاضية، أنا ما أحب الفاضية. تكون مشغولة، عندها شغل، أنا عندي شغل، هي عندها شغل، تكون حلوة. نظام أنا ما يهمني الجمال، لا حبيبي، أنا يهمني الجمال. تكون أقصر مني، يعني شوفك واحدة في الخمسينات طولها 160، 162، ينفع معاي الموضوع ده. تكون ذيبة، ما أدري ليش كذا، تفهم يعني لو طلعت فيها طلتها. تفهم ايش ابغى يعني بالحركه هذه، تفهم انه انا طارق يبغى حليب شاهي. ليش للحين ما تزوجت يا اخي؟ ما ادري يا اخي، ما اعرف، كذا الحياه قاعده تمشي، شغل تصوير ارحب واو قنقليز، ما اعرف. تعلمت الرقص في مدرسه الرقص، امزح. ما تعلمت، ما اعرف ارقص انا ما يعني، انا مو يعني، بس اني احب كذا اعطيها الجو هذا. تعرفت على فوجي في استوديو حق خالد سعد، ففجأة دخل واحد ضخم مرة فوجي، فقلت له أبغى أصور معك سيلفي عشان هو مرة طويل وأنا مرة قصير، فصورت سيلفي والسيلفي وصل لين بطن فوجي، فبعدها ضحك فوجي فقال ما شاء الله عليك أنت فني. أتوقع موقف صار في حياتي، أحس أنه ممكن في موقف صار بحياتي تأثرت عليه. كنت في مكان في مطعم، فكان في ناس يأكلون، أول ما قاموا من على الأكل دخل واحد هوملس، دخل بسرعة وسرق بقايا الأكل من المطعم، وكان يركض من وسط المطعم فهرب على برا، فكان يبكي هو يسرق الأكل. هذا موضوع كان في أمريكا. شوف هذول اللي يتصورون معايا، أنا دائماً أذكر نفسي أنهم هم اللي نقلوني من مكان لمكان ثاني مهما كان. فهذا الشخص اللي بيتصور معايا عشان حضرتي تعبان ولا حضرتي مالي خلق، وداني من مكان لمكان ثاني، فمستحيل في يوم من الأيام أنسى فضل هذا الشخص وأنسى فضلك أنت وأشكالك. شكراً، أحبك. القانون اللي يمشي على حياتي دائما، عمرك الافتراضي 80 سنة، عيش حياتك بكيفك، لا تعيش حياة بكيف الناس. أدلعك حكم، أدرقصكم ده. حققت 70% من أحلامي، في 30% في شهر 8 راح يتحقق. السودان أحب فيها كل شيء، القراصة والشيب. شوف القراصة، المصور قال ووووو، القراصة والشية والأقاشي ودي جي، وأحب العلى الله، أحب الجلابية، أحب المركوب، لأنه اكتشفت أن المركوب مرة مريح، مع أن المركوب أول ما شفت شكله قلت الفوجي مستحيل يعني هذا كيف مريح. أحب اسمها إيش هذيك يا فوجي؟ قالوا علي شقي ومجنون. مو كل أصحابي سودانيين، أنا عندي أصحاب من كل الجنسيات، يعني مو كلهم سودانيين. عادة ودي أغيرها فيني، أني أبطل أقروش العيال
وقت ما أقرر إنه الشغل بدأ. ما فهمت قصدي صح؟ أنا فهمت قصدك. يعني أحياناً أقول فجأة أقول يلا الثلاثة التصوير فجأة يصير يوم الاثنين. ومنفسي أبطل الحكة هذه، لأن هذه أقسم بالله أني قاعد أحك من جد الحين لأنه اجتهيتها فجأة. يلا أنا جاهز أفكر كثير قبل ما أنام. وأحس أغلب الناس تفكر كثير قبل ما تنام. أسيبه مكشوف، سيبه مكشوف، خلي الناس تشوف أني أنا مجروح أغطي له. لأن اليوتيوب يعطيني فلوس على المشاهدات. مغرور؟ لا أنا أكره الغرور. أقرب فيديو لقلبي أقرب فيديو لو علي سر أول مرة أقول لمتابعيني إنه يا أخي أنا تافه بشكل ما عندي أسرار. ما أدري إيش السر. ممكن أتزوج سودانية طبعاً، يعني عادي، يعني ممكن أتزوج سودانية، ممكن أتزوج أو ممكن أتزوج سعودية، مصرية، سورية، أياً كان جنسية ما تهم، يهم مين الإنسان اللي أنا حتزوجها. أعمال مسرحية 2019 أكيد إن شاء الله. هو المسرح مو نفس الفيديو، مو الفيديو يلا يا طارق بوم سوي فيديو، لا المسرح نص يوافقون عليه من الثقافة والفنون ومسرح ومخرج مسرحي وممثلين كثير، بعدين يكلموني يقولوا لي تعال احنا عندنا في مسرحية. يعني موضوع مرة طويل. لازم تتغير شخصيتي بعد الشهرة، لازم، يعني مستحيل تبقى نفس الشخص القديم. إذا أنت ناوي تتطور، ناوي تكون إنسان ناجح وشخص ثاني وتواصل في اللي أنت فيه عشان تستمر 5 سنوات في شهرة جميلة وفيها صناعة محتوى حلو، لازم تتغير شخصيتك. مستحيل تبقى كذا كيرلس، مو مهتم لشيء، تنام متى ما تقوم تقوم، تطلع إجازات بـ6-7 شهور بكيفك. فلازم تتغير الشخصية، تصير مهتم، تصير حريص، تصير كذا شايل هم. والله يعني غلطة في حياتي، أكبر غلطة في حياتي ودي أغيرها والله صدق، يعني والله من جد ما ليش أنا سامج ما أدري والله. ممكن عشان ما عجبتك، ممكن عجبت غيرك، ممكن أنت تشوفني سامج بس غيرك لا، ممكن أنا مو ذوقك، ممكن تذوقك إنسان ثاني تابعه أو إنسانة ثانية، ممكن أنا ذوق شخص ثاني. أوريها أهلي بس بشرط أقول أمي شوفي هلا الآن حياتي راح تنعرض بطيشها بالمراهقة باللي فيها. أنا 28 سنة من العطاء راح تعرض قدامك، فلا تزعلي. لا أبدا والله أبدا ما راح تنصدم. كم مرة انجلت في الشارع مرة كثير. فهد الثقفي. طب فوجي ضحك وكسر الكاميرا. حب الناس يجيب فلوس العالم، أختار حب الناس. جاء في بالي إن أنا أوقف في الصناعة، أوقف الشهرة، هذا مو بكيفي. خلاص الشهرة هذا شيء دخلناه وبالعافية ما عاد تقدر تطلع يعني منه. فصنع أصنع محتوى لا صراحة، لأنه هذا شيء أنا أحبه يعني. طبعاً أنا طالعت فيه قزيت الحركة وشي حركة الأصبع هذا، كانوا الشباب كلهم كانوا يقولون بيس، أنا فترة كنت أمزح تقول أنا هذا البيس الحقيقي، أقصر أصبع بين أصابع، السرف القصير دائماً. زي القنقليز السحري، المتعب فيه مو تصويره، متعب فيه الفكرة، يعني عشان تظهر أنت بفكرة تخدم الكبير والصغير مرة شيء متعب. يعني أنا كنت أجتمع مع أصحابي تقريبا مدة أسبوع كل يوم عشان نرتب القصة 100% وعشان نسوي بروفات لفوجي، لأن كان فوجي أول مرة يمثل، وعشان أنا أتكلم سوداني بالطريقة الصحيحة لازم أسوي بروفات. أخي معقولة؟ شهرتي مؤثرة على الناس إن شاء الله يا رب، ومزعجة بالنسبة لي أحيانا، تكون مزعجة أحيانا مو دائما مزعجة، إنه خلاص ما عاد في خصوصية يعني، بس إنها حلوة مرة يعني، فيها ذكريات. ما في نقد معين، إحنا عندنا هنا ما في، نادر تلقى نقد حقيقي يعني. أنا ما قد جاني أحد، ما في إلا عبد الله العراقي صراحة، عبد الله العراقي، مالك صباح، لما أروح لهم أستمتع أجلس معاهم، ينتقدوني هنا أوت أوف فوكس، هنا الإضاءة زفت، هنا مدري إيه، يهزئوني حلو يعني، تهزيئهم يطور مني بات خلاص ما عاد أبغى أسمع. السلامة. لا تنسون سووا لي سبسكرايب، أهم شيء سبسكرايب، لايك وشير، شيرها مع أصحابك. إن شاء الله بين فترة وفترة راح نحط كيو ان اي زي هذا، أسئلة وأجوبة. أحبكم، كان معاكم طارق الحربي، في رواية أخرى طروقة. لا لا.